سمونون بهاجراتشن إثيوبيا يجنبال تبلو سلتاسبو أسجراميو يجأكا بروجكت. بمدينة تشن أدي سببا كقرب أمتاتودي دكتور أبي أحمد سلت الله ممتاتاتشون تكتلو أصدناكينا لما من يميكبدو تللك ميجا بروجكتوش بمجن باتاتشو بيكانو بزو يقبي منش ياسكنيو إيكينيالو باون ساتي توبيا بكوتر إهين ياكل بلان يما نقلساتشو أصدناكي ميجا بروجكتوش كامتامت زمناوي بونا ملكو يتغنبو متوال يتجنبوا يعلوت وبناء ماراكي ميجا بروجكتوش سوننا تفتون يميجنانيو متشو بوتعش بموناتشو بزوجو مرتشاتشوم أدرجاوتال سلام وديولو ديلي بيت سبوتشن دمكوياتشو سلام تاتشن بيالاتشو بتدرسلن بزاريو كويتاتشن سامونون بهاجراتشن إثيوبيا يجنبال سلتبالو لما من سلام ميكبدونا أسجراميو سلونة يجأكا بروجكت للناس كانياتشو الدنا بقويتاتشنم يجاكا بروجكت منيهل غنزب اندا تمدبلت عند تريلين برس لمي فجو زمناوينا اسقراميو ساتلايت كتما بوستو يزواتشوال تبلو سلتاسبوت نگروش بزوچاتشن عجايب يميا سنيو ميجا بروجكت بسن تامت اندا ميتاناكك انديوم دمو لنانتا يتاك معلوبلن يحسبنون اسقرامي مراجوش يمن نگراتشو هونال اسكايا پروگراماتشن فزامي درس عبراتشون قويو سنل ياك بروت كبشاتشن علامتشن اندمي تاوكو هاجراتشن إثيوبيا يا أكسوم إلى ليبلا وكر أبيتا كريستيان انديوم جاغول ليلوتشن شامرو بتفلفل دينجا يتسرو جيزي يمايشراتشو مرت يأدى تبوتيت موناتشون إنيا إثيوبيا بتشاسايون يا لمزب أفون كفتو تجرمونا تدنكو بوتاو تجينتونا بايو نجر تدستو فوتو تنستو يميدمنا تاديا النزي يسننسا موزيم كتوسنا أمتات بولا بيتوبيا عديس نجر يمفترو قداي من اندون بايت تاوكم وها يبلا قداي هونوال تاديا كقرب أمتات بولا بدكتر أبي مرينا النساشنت بركاتا بروجكتوش اكرلاي ولو تفلساميننت سياغنيو عيناتشن ايتوال جوراتشن مسامتوال لما استاو سياكل ساينسنا موزيم انتوطو بارك يوداجنت بارك ياندنت بارك أبروت لايبراري انديوم ليلوشن أسقرامي بروجكتوشن عجايب إيالن إيايانم إيادن نكنم إنقنيال انديوم اون دمو ليجنبانو يتبالو اجيغ اسكرامي يوننا ايتوبيان بلوم افريكا كرات يونال يتبالون يچاكا بروجكتنا اي يچاكا بروجكت يميگنيبت بوتا كانجليز امباسي جربا يالون ترارام ماچاكا يزو انطوطون اكالو يسولولتان غرغي يزو طافو درسو ودي يميملس غزوف بروجكتنا تاريا يزي جاكا بروجكت أقلالا سفات سوس نتب سبات متو هكتار سيون إيه مالا دمو يلدتا كفلة كتمان سمن متو هكتار قدما اندونا ينقرع إثيوبيا بزي يجاكا ساتلايت كتماوست بيتمنجس منوريا بيتوش ينك دماكالات قدب تلالك سو سراشايك يكيبل ترانسبورت كتمان كتما يمياسنيو مزنانيانا أكل كلوت نسجا جن باتوامنو كامتات بفيت تزيلان اندونا تقلاي منيستر دكتر رابي أحمد يأتوبيا غراجن لمات لما صفافات يتقلاي منيستر صفات بيت باوتاو يغنباتا تساتفو في اللاغوت أسران كوبان يوشن تربي كربو نبرا كنزيوست يتوسنوتن إيان دانداتشو كاسر إكتار يالان نسبوتا تركبو بميستاتشو ديزاين منوري أبارتمنتوشن لما غنبات تنكساق سوال تقلعي منيستر دكتر عبي يامد ودى سلطان كمبتو جمرو هاگاريتوان بكنتو بروجكتوش عطلق لقواتا انديوم اهون 4 كيلو يميگنيون بيت منغستاتشون لو دفيتو لغوبنيوش كفت بمادرك بتام انغاگاري يونه ليلا بيت منغست اي يسرو ميگنيالو اي بيت منغست گنباتاو اي يتفاتن اندم ميگني مرجاوش يتوكمالو የቤተ መንግስት ግንባታው ብቻ የወቅቱን ኮንስትራክሽን ዋጋ ጨምሮ እስከ 80 ቢሊዮን ብር እንደሚፈጅ አጠቃላይ ሳተላይት ከተማው ለማጠናቀቅ ደግሞ 1 ትሪሊዮን ብር ድረስ ሊፈጅ እንደሚችል ለፕሮጀክቱ ቅርብ የሆኑ ምንጮች ይናገራሉ
አዲሱ አዲስ አበባ ውብና በየቀኑ ገንዘብ ማመንጨት የሚችል እንደሆነ በባለሙያዎች ታምኖበታል። ባለሙያዎች እንደሚሉት የጫካው ከተማ ሌሎች ከተሞች ሲገነቡ የተሰሩ ስህተቶች እንዳይደገሙ እድል ይሰጣናል ብለዋል። ሰውና ተፈጥሮም የሚገናኝበት ውብ ስፍራም ይሆናል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፓርላማ በሰጡት ማብራሪያ ፕሮጀክቱ የአፍሪካ ኩራት ብለውም ነበር። ስለ ሳተላይት ከተማ ይተወሰነ ልበላችሁ። ሳተላይት ከተማ ማለት ከአንዷና ከተማ በቅርብ ርቀት የምትገኝ አነስተኛ ከተማ ማለት ነው። በአለማችን ላይ ብዙ ሳተላይት ሲቲዎች አሉ። ከነዚህ ተነስተን መረዳት የምንችለው ራሳቸውን በራሳቸው የሚችሉ ናቸው። በተጨማሪም በውስጣቸው የመኖሪያ መንደሮች ለመንግስት አገልግሎት የሚውሉ መስሪያ ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶችና መዝናኛዎችንም ያካተቱ ናቸው። የሳተላይት ከተሞችን ይበልጥ ለማስፋፋት ይጠቀማሉ። እንዲሁም በዋና ከተሞች ላይ የሚፈጠሩትን ችግሮች በመቅረፍ ሌላ አነስተኛ ከተማ ይመሰርታሉ። ይህ የሚሆነው ዋና ከተማቸው ላይ ያጋጠማቸውን የመሬት ችግር፣ የትራፊክ መጨናነቅን ለመቅረፍ ነው። የሳተላይት ከተማን ምንነት በሌላ ትርጓሜ ብንገልጸው፣ ለምሳሌ መሬት ምድራችን አለች፣ እንደ ሳተላይት የምታገለግለን ደግሞ ጨረቃ ነች። ጨረቃ የምድር አካል አይደለችም፣ ግን ራሷን የቻለች አካል ናት። ሁለቱም የራሳቸው የሆነ መስተጋብር ይኖራቸዋል። አለማችን ላይ ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚኖሩባቸው 100 ሳተላይት ከተሞች አሉ። ወደ ኒውዮርክ ብንሄድ 2 ሳተላይት ከተሞች አሏት። የመጀመሪያው ኒውአቭን የተባለ ከተማ ሲሆን ሁለተኛው ብሪጅፖርት የተባለ የሳተላይት ከተማ ኒውዮርክ አላት። ትልልቅ የዓለማችን ከተሞች የራሳቸው ከአንድ እስከ 3 ሳተላይት ከተሞች አሏቸው። ወደ እንግሊዝ ብናመራ ደግሞ ታላቋ የዓለማችን ታዋቂ ከተማ ለንደን በአቅራቢያ 3 ሳተላይት ሲቲዎች አሏት። ወደ አህጉራችን አፍሪካ ስንመጣ በግብጽና በደቡብ አፍሪካ ያለ ሲሆን አሁን ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሊገነባ ነው። ግዙፍ ሳተላይት ከተማ የሚያካትተው ፕሮጀክት በርካታ ኮንትራክተሮችን የሚያሳትፍ ብዙ የስራ እድል የሚፈጥር አዳዲስና ዘመናዊ ያገነባብ ስልቶችን የሚያቀዳጅ በመሆኑ ለኢንዱስትሪው ተዋንያን መልካም ዜናም ጭምር ነው። አልፎ ተርፎም የሀገር ኢኮኖሚ ለማነቃቃት አስተዋጽኦም ይኖረዋል። ይህ የአፍሪካ ኩራት ይሆናል የተባለው ፕሮጀክት ለሀገራችንም ሆነ በአካባቢው ለሚኖሩ ዜጎች ሰፊ ጥቅም ያለው ነው። በአካባቢው የሚገኙ ዜጎች ወይም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በተለያየ ስራ ጦት ለሚንገላቱ ዜጎች የስራ እድልን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስገኝም ነው። እንዲሁም ለሀገሪቷ የሚሰጠው ጥቅም ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ በሚመጡ በትውልደ ኢትዮጵያንም ሆነ በውጭ ዜጋ በጉብኝት ወቅት የሚገኘው ገቢ የሀገራችንን ኢኮኖሚ የሚያሳድግም ነው። አሁን ላይ ብዙ ሀገሮች ማለትም በማደግ ላይ ያሉ እንዲሁም ደግሞ ሀያላንና የበለጸጉ ሀገሮች አጃይብ የሚያሰኙ አስደማሚ የሆኑ ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን በስፋት እየሰሩ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ የሚሰሯቸው ሜጋ ፕሮጀክቶች የሀገራችንን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመሩ ይገኛሉ። ለምሳሌ ያክል የሀገራችን ኢትዮጵያ ብንመለከት እስካሁን ድረስ ለህዝብ ይፋ ሆነው አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ይህን ያክል ብለን በቁጥር ልናስቀምጣቸው የማንችላቸው አይደሉም። ለምሳሌ ያክል ሀገራችን ኢትዮጵያን ብንመለከት እስካሁን ድረስ ለህዝብ ይፋ ሆነው አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ፕሮጀክቶች በርካታ ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በየቀኑ ብዙ ጎብኚዎች ስለሚያዩቸው የሀገራችንን ኢኮኖሚ እየጨመሩት ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ ዱባይ፣ ግብጽንና ሌሎችን መጥቀስ እንችላለን። ዲዮሎጂ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራም በዚህ አበቃ። በቀጣይ ለእናንተ የሚጠቅሙ የሚያዝናኑ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ጤና ይስጥልን።